السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. سنتعرف معا في هذا الفيديو على محتويات علبة الفيفو S10 برو، الجهاز الذي يأتينا بمواصفات خرافية. تعرفنا على مواصفاته وعلى السعر الرسمي الذي ينزل به في الفيديو السابق. لمن فاته الفيديو سأضع لكم الرابط في أول تعليق. قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. ومع إزالة العلبة أول ما نجده هو الجهاز S10 برو. بعد إزالة هذا الغطاء نجد كل محتويات العلبة، بداية مع الكافر البلاستيك ومجموعة المانوالز. هذه هي الكتب الخاصة بالجهاز وهذا هو الكافر الشفاف، يأتينا مصنوع من البلاستيك. بعدها نجد كيبل الشحن، كيبل يأتينا من نوع USB Type-C، وهذا هو الشاحن الصاروخي، شاحن يأتينا بسرعة 44 واط. والشيء المهم هنا أننا أخيرا رأينا هاتف يأتينا مع سماعة 3.5 ملي موجودة في العلبة، وهذا هو الفيفو S10 برو. تصميم الجهاز غاية في الروعة مع حواف حادة، مواد التصنيع هنا بريميوم جدا. لمن يريد أكثر تفاصيل حول المواصفات والسعر الرسمي الذي ينزل به الجهاز سأضع لكم الرابط في أول تعليق. كانت هذه أصدقائي كل محتويات علبة الفيفو S10 برو. أتمنى أنكم استفدتم من الفيديو أعجبكم. أشكركم على المتابعة، وفي النهاية لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.